السلام عليكم. في هذه المحاضرة سنتحدث عن الأسماء من حيث العدد، أي المفرد والمثنى والجمع. بعد إتمام هذه الوحدة يمكننا تعريف كل من المفرد والمثنى والجمع، التمييز بين الجمع السالم وجمع التكسير، استيعاب أوزان جمع التكسير للأسماء المفردة، التمييز بين علامات الإعراب للمفرد والمثنى والجمع. تنقسم الأسماء والصفات في اللغة العربية على أساس العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد، مثنى، وجمع. المفرد هو ما دل من الأسماء والصفات على واحد أو واحدة، أما المثنى هو ما دل من الأسماء والصفات على اثنين أو اثنتين متفقين لفظا ومعنى، ويقال له أيضا تثنية. صوغه يصاغ المثنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على آخر الاسم المفرد. حركة الحرف قبل الألف مفتوحة وحركة النون مكسورة. أما الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده. ننظر إلى كيفية صوغ المثنى من الأسماء والصفات. صوغ المثنى من الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. أن الاسم المنقوص المفرد لا تظهر عليه الضمة والكسرة لثقل النطق بهما، أما الفتحة فتظهر عليه لخفة النطق بهما. عند تثنية المنقوص تبقى ياؤه مفتوحة، ثم يضاف إلى آخر الاسم المنقوص ألف ونون أو ياء ونون حسب موقعه من الإعراب. صوغ المثنى من الاسم المقصور. الاسم المقصور هو اسم آخره ألف لازمة تكتب إما قائمة وإما على صورة الياء، وحركة الحرف قبل الألف مفتوحة، ولا يتغير آخر الأسماء المقصورة ولا تظهر عليه الحركات لأن الألف لا تقبل الحركات. عند تثنية المقصور، أولا إذا كانت ألف الاسم المقصور ثالثة ترد إلى أصلها إلى الواو أو الياء. ثانيا إذا كانت ألف الاسم المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء. صوغ المثنى من الاسم الممدود. الاسم الممدود هو اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف مد. عند تثنية الممدود ننظر إلى نوع همزته، فأما أن تكون أصلية أو منقلبة عن أصل أو زائدة للتأنيث. أولا إذا كانت الألف الممدودة زائدة للتأنيث قلبت واوا. ثانيا إذا كانت الألف الممدودة أصلية وليست زائدة بقيت على حالها. ثالثا إذا كانت الألف الممدودة منقلبة عن واو أو ياء جاز أن تبقى على حالها أو تقلب واو. ننظر إلى الجمع. ينقسم الجمع حسب صوغه من المفرد إلى قسمين: الجمع السالم وجمع التكسير. الجمع السالم. الجمع السالم هو ما دل على أكثر من اثنين دون تغيير صورة مفرده، وينقسم من حيث التذكير والتأنيث إلى قسمين: جمع المذكر السالم مثل معلمين ومهندسين وعاملين، وجمع المؤنث السالم مثل معلمات ومهندسات وعاملات. جمع المذكر السالم هو ما دل من الأسماء والصفات على أكثر من اثنين من الذكور دون تغيير صورة المفرد. جمع المؤنث السالم هو ما دل من الأسماء والصفات على أكثر من اثنتين من الإناث دون تغيير صورة المفرد. أما جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير بناء المفرد عند الجمع، ويسمى أيضا الجمع المكسر. ويتم صياغة جمع التكسير بزيادة حروف أو نقصانها أو بتغيير في الحركات. وينقسم جمع التكسير من حيث الدلالة على العدد إلى قسمين: جمع القلة هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة وله أربعة أوزان. هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة إلى ما لا نهاية له. شكراً على استماعكم يا طلابي الأعزاء. لقد انتهت محاضرتنا اليوم. إلى اللقاء في المحاضرة المقبلة إن شاء الله.